أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض سحر الفودو. قامت هذه الممارسات منذ آلاف السنين عند سحرة الهند القديمة وبابل ومصر، وكذلك في بلاد اليونان وروما، كما أنها لا تزال شائعة حتى الآن عند الجماعات الهمجية في استراليا وأفريقيا واسكتلندا. وحين يريد شخص عند هنود أوجيبواي إزاء أحد أعدائه، فإنه يصنع له تمثالا صغيرا من الخشب، ثم يغرز إبرة في رأسه أو في قلبه أو يطلق عليه سهما، اعتقادا منه بأن عدوه سوف يشعر بالآلام الحادة في ذلك الجزء من جسده الذي يقابل الموضع الذي أصابه السهم. أما إذا كان يريد قتل عدوه مباشرة في التو واللحظة، فإنه يحرق التمثال أو يدفنه وهو يردد بعض الصيغ السحرية. وسمى الطريقة مختلفة في الملايو، تقوم على أساس أخذ بعض أجزاء صغيرة من الأظافر والشعر والحواجب وما إلى ذلك، بحيث يمثل جميع أجزاء الضحية واستخدامها مع الشمع المأخوذ من خلية نحل مهجورة في صنع تمثال أو دمية على هيئته، وتعرض الدمية كل ليلة لسبع ليالي متتالية للهب مصباح كي تحترق ببطء. ويردد الساحر أثناء ذلك: إنني لا أعرض الشمع للهب، إنما أعرض كبد فلان أو قلبه. وبعد الليلة السابعة يحرق التمثال تماما فيموت صاحبه. شكرا لمتابعتكم، وي سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة ومشاركتها وتعليقكم عليها. انتظرونا في قصة جديدة من وي.